اليوم واخيرا المتجر قوي شباب نزل مخ. يا الوضع اليوم شباب باللوز واليوم جمعه والامور باللوز. جمعه مبارك عليكم حبايبي، جيناكم مقطع جديد. طبعا هذا المقطع باين من من من, من يعني ليش جيت مقطع اي مقطع جديد هو، بس يعني متجر قوي شباب. لا 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 الوضع ريلاكس، صلوا على الحبيب الله يسعد ليكم ونشوف حظنا معلم بهذا كم راح يكون حظي هالمره يا شباب. صلوا على الحبيب تسلم لايكات شيرات برضه يا حبايبنا تسلم تحت الموقع. بسم الله اوبا 70 يا مان، خلوني ندخل ونشوف. اوكي يدخل شوف هذا المتجر معنا هون عندنا شباب. اول شيء اوه في منجل شايف على اليمين وسكن هذا معلم. يا سلام عليك، شو هالشعرات يا اخي، هذا سكن مشبه سكن معلم ايام زمان، بس ولك ما بعرف يمكن هو مو ما بعرف. المهم عندنا هون منجل شباب باللوز، منجل ال شو اسمه هذا المنجل كذا عندي معلم، منجل القناع الذهبي. اوكي اوكي صندوق اي كي مثل ايام زمان، بطاقات حاضنه باللوز، دايموند، اسماء، الباكجات هذول، ويو ام بي. تمام هنا عندنا هذول عندنا بالمن عندي ممتلكات وظلام ثروه كو... هذا عندي هذا كمان هذا اوكي. وهذا يقول لي دائما لازم دائما يسرق ولا بصور مقاطع. المهم شباب حبيبي والله بعدين بفرجي. المهم حبايبي مثل ما انتم شايفين هون عندنا نكمل هون حناخذ اول شيء ناخذ المنجل. اوكي نجيب المنجل معلم نجربه ونشوف الوضع معلم، نعمل له تزويت باللوز. عندنا هون يا شباب طبعا هذا المتجر شباب فيور فاير باس، نجيب طبعا نجيب بطاقات تغيير اسم دائما، بطاقات هذول باللوز حلو، البطاقات الحاضنه يا شباب نجيبهم دائما نحطهم على جنب. ايك عندنا هذول هذول الصناديق بيت الاسلحه المتطوره. اوكي عندنا هون الصناديق كمان، شوفي ما اشوف هون نجيب السكين، السكينر الولد معلم، نجيب سكين الولد يا معنا. بعد شوي ندخل جربه شباب ايزي فريزي. اوكي بعد شوي اللي بعده عندنا هون يا شباب، شوفي كمان تبديل هون، شوفي عندنا اوه والله صديق مرافق مع هذول دائما بيلزموا يعني ما في مشكله. عندنا هون راح حاطين رقصه باللوز، وهون معناه في سكايلر في رقصات وفي سكايلر. وصراحه هذا المتجر شباب هذا المتجر كنا بنعرف يعني دائما بنعرفه يعني متجر باللوز، بس شباب صراحه يعني ما اعرف شو بدك. اوه برومات بنجيب الرومات، تعرفوا شباب هي المرة الثانية مع حبايبي شريت الجنود النحل واحدة بس، ايه نجيبها معلم نشتريها نجيبها. تعرفوا يا جماعة انا 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 عندي صدمة كبيرة شباب صارت معي بهذا، والله بفرجيكم بعدين بشوف طول والله بفرجيكم. اوه قول لي شحتها على بازور القتل، حلو كاتانا جديدة معلم حلو. وهون كمان في نجيب هذا السكين، امورنا باللوز نايس نايس نايس. شي ثاني يا شباب صارت معي صدمة كبيرة يا جماعة، طبعا شباب مثل ما بتعرفوا معلم خربت الفاير شارات الفاير باس هون كان خربانة، والفاير باس اللي قبله معلم يعني خربته وعملته 900 يعني كنت حابب اعمله 1000 بس ما مصبتت. المهم ما في مشكلة معلم. هون عندنا شباب نزل اليوم كمان فاير باس، خلينا نشوف وضع الفاير باس هذا شباب. طبعا شفنا سينماتيك بالمقاطع الجاي اللي فاتت. هون عندنا خلينا ندخل نحرق الفاير باس كمان، قول لي نشتري هذول. اوه والله باللوز السكين شباب، قولي قنبلة تمام والله ما توقعت هيك يكون. لا ما توقع حلو افاتار وامبور وبانر وثلاج، قولي والله باللوز. بس للاسف الشديد شباب ما في بهذا الفاير باس الا شو اسمه هذا، او تعرفوا شباب راح نخليه هي معلم راح نحرقه على البث مباشر بعد شوي شباب، لانه اليوم جمعه شباب حيكون اخر بس اليوم يا جماعه. اوكي ومجهز لكم مقاطع شباب على اليوتيوب راح تنزل ان شاء الله بالايام الجاي تمام. تعرفوا حبايبي راح اغيب لمده اسبوع من البث مباشر يعني راح اسافر شوي، وراح نعمل بث مباشر ان شاء الله على التيك توك شباب، رابط تحت بالوصف كل شيء يعني تابعونا. المهم في شيء ثاني شباب كان نازل هون، لا وينه؟ كان في شيء نازل يا جماعه، كيف في سكين نازل بشي مكان معلم ما اعرف وينه. المهم شباب خلونا متجر غامض شباب، خلونا متجر غامض ما بدنا نروح الجد خلاص بعد بالبعد، خلونا متجر غامض بعد، خلونا متجر غامض شباب. وين متجر غامض؟ خلينا نشوف الحزمات اللي جبنا الجداد معلم نفتحهم. اوكي جرب، لا ضروري نجرب شباب صراحه شباب ونروح اول شيء اول شيء نجرب سكنات البنت معلم، اول شيء نجرب سكنات البنت يا جماعه يعني ما بيصير هيك، ندخل نشوف الوضع مثل كل مره يا شباب. اوكي وين سكين البنت معلم؟ هذا هو ولا مو هو؟ وينه؟
هذا هو. شوف سكين البنت حبايبنا، شوف شلون شكله وشو الوضع مع اللعب. طلع تدريب هذا السكين يا اخي، والله شباب بنسك ذكرني بشي 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 سكين ايام زمان، ولا ما اعرف يا اخي في سكين هيك يعني بيشبه له شوي. خلينا ندخل نشوف سكين البنت شلون شكله بالوضع. ليتس جو يا مان، قول لي. اوكي اوكي خلينا على هذا، ما اعرف شو اسمه معلم، قول لي ماشي حاله. ايت باللوز ايت باللوز، ماشي حاله معلم حلو. خلينا نروح نشوف سكين الشاب. كنت حاطط سكين الشاب شباب كان على ماكسيم باللوز ماكسيم، ندخل على تدريب شباب. تشيك ليست الوضع معلم، بس شعرته معلم حاسه شوي كبار يا زلمه، اقسم بالله يا اخي عنده شعر معلم يعني. يمكن الشعرات اللي عند هذا 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 السكين معلم، البنات البنات بيتمنى يكون عندها الشعرات، بيتمنوا هالشعرات يا زلمه. شوف شعراته يا زلمه. وال اوكي خلينا ندخل نشوف معلم بربر شوي السيرفر معلم، نودع شوي بالتدريبات. تعرفوا شباب راح اغيب، ما قلت لكم راح اغيب اسبوع عن اللعب ويلا نروح. طبعا مثل ما قلت لكم بنجهز لكم كم مقطع هيك باللوز ان شاء الله. اوكي مقطع اسطوري شباب يعني راح يكون الجاي، المقطع الجاي راح يكون اسطوري. اوكي هذا شوف هذا الوضع معلم، والله هذا سكين يا اخي اتذكرت هذا السكين شاب كان نازل بالدايموند. صح 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 كان نازل بالدايموند يا جماعه، بالدايموند 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 بالدايموند. صح 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 حلو حلو. وين الناس؟ تكوين الحالي زي من الحالي بالتدريب ولا شلون؟ وينهم؟ بدنا نشوف الوضع على السكين معلم، بدنا نبربر مع الصبح ضروري يا شباب. حركات قول لي. يلا بيبي يلا بيبي يلا يلا حبيبي. ايش بعمل انا؟ ما بعمل انا؟ قول لي فرجيكم مهارات شباب باللوز، مهارات الوان تاب معلم. شنو علقتها بالثلج يا زلمه انت واخذها؟ واحد هون شباب، واحد هون، واحد هون يا شباب. تعال هون تعال، مين هذا هو؟ وين رايع يا وال ابلع لوبي؟ والله جابتنا معلم. طول بالكم طول بالكم، والله شباب عم حارب ظبط اعداداتي شباب شوي شوي رح انزل لكم مقاطع جد ان شاء الله. خلص رح احترف الجد شباب. قول لي والله يا اخي انا مسيت انا ولا شلون؟ لا يا شباب لا 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 خلص خذ لايك حجي. اوكي شباب لا لا هيك كثير. اوكي حبايبي الكرام الله يسعد ليكم شباب، هيك بكون انتهى هذا المقطع اليوم يا شباب. شو عجبكم مقطع يعني مقطع هيك خفيف لطيف يعني حبيبي والله، تجهيزات الرحله العطله. المهم شباب بشوفكم على خير. اوكي رح انزلكم ان شاء الله مقاطع ايام الجاي هيك على رواق، ما راح يكون في بسوس على الفيس. ان شاء الله استمتعتوا معنا، بشوفكم ان شاء الله بعد شوي رح نفتح بس على الفيسبوك شاب، نحرق باقي الاحداث الفاير باس وفي حدث كان نازل معلم كمان نحرقه على البث بعد شوي، نشوف وضعنا معنا ان شاء الله بالنص. اوكي بشوفكم على خير، نلتقي على اللايف بعد شوي.